نشط المرشح للرئاسيات عبد العزيز بالعيد تجمعا شعبيا بولاية الأغواط جمعه بمناضليه، حيث أكد في تصريحه أن الحلقة الأساسية في برنامجه تعتمد على بناء الإنسان. ما الخطابات متاعي ونقول إخواني وأخواتي المناضلين، ونقول لهم المال ما يخلقش الرجال، المال ما يديرش الرجال، الرجال يديروا المال، الإنسان هو اللي يخلق الثروة حقا. فلذلك البرنامج تاعي مبني أساسا على الإنسان، مبني على قوة الإنسان. واعتبر مرشح حزب المستقبل أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استقلال ثان للجزائر. اليوم الانتخابات أعطتني صبر، ما هيش انتخابات عادية، ليس انتخابات عادية. 12 ديسمبر هو عبارة عن استقلال ثاني للجزائر. نعم، لأن الألغام اللي خلوها تبعة الفساد، الألغام اللي خلوها 20 سنة باش تقطع الألغام الجزائرية، أيضا فيها أيادي اللي تحاول تكسر الجزائر وحكم الجزائر. فأخواتي إخواني، 12 ديسمبر هو بداية جمهورية جديدة، بداية جمهورية بأساليب جديدة، بذكاء جديد، بتفكير جديد، بوحدة وطنية حقيقية، تماسك العام تاع كل الشعب الجزائري. وكان بالعيد قد تنقل صباحا إلى شمال ولاية الأغواط عاقدا لقاءات جوارية مع مناضليه.